صباح الخير، معاكم نسيبة كمال الدين. حابة الليلة أتكلم لكم عن الصبغ والبروتين وعن المضار اللي بتعملها الصبغ والمضار اللي بتعملها البروتين والمعالجات التانية زي كريمات الفريد والكريتين والحاجات التانية. حابة أتكلم عن أول شيء الصبغ. الصبغ طبعا الناس كلها بتحب تغير شكلها عموماً، لكن أكيد عندها مضار وعندها منافع. المضار اللي هي لو أنتي ما اهتميتي بشعرك بعدها أو رطبتي أو اهتميتي به وكده، ما حيبقى ناشف ومتقصف، وحتحسي إنه اللون ده بدأ يبقى اللون مزعج وإنه أنتي متضايقة منه. أما لو اهتميتي به وكده حيكون شكله لونه روي وغني، وانتي حتقدري ذاته تحبيه، يعني ما تكرهيه وطوال تمشي تقومي تغيري لونه، لانه انتي الزول ما بيحب يكون مستمر في اللوك بتاعه لفترة طويلة، دايما بيحب يعمل تغيير. فانتي لما تعملي تيجي تغيريه للون تاني فانتي كده بتهلكيه زيادة. زي مثلا اللون الاسود، لما انتي مثلا تكوني كنت صابغة لون فاتح او لون كده، انت حتحسي انه اللون ده شكله بقى باهت، يعني بقى ناشف وحاساه متقصف. في الوان يعني شعرك ما بيكون متقصف، لكن مثلا شكله بظهر لك شعرك انه هو ما شكله حلو، فانت بتضطر تصبغيه اسود. فبعد ذاك لما تيجي تصبغيه اسود بتقومي تزهجي من تغيير من شكله، فانت بتكوني عايزة تغيري شكله. لما تجي تغيري شكله هتضطري تسحبي اللون الاسود اللي انت صبغتيه ده، فلما انت تجي تسحبيه طوالي بيقوم بيعمل يعني ما بيتسحب اللون اللي انت دايره طوالي، بيتسحب على مراحل. اول حاجة بيفتح لك على لون برتقالي، بعد ذاك على لون برتقالي مثلا فاتح او على لون كده زي لون الحنة، بعد ذاك تاني حتضطري تاني تسحبي لون. انت كده بتقومي بتشيلي طبقة من السبيبة بتاعتك. فلازم لازم ماكسيمم انه تكون الفقرة المسافة لازم تكون مسافة اقل شيء 3 شهور ولفوق. فلما انت تسحبي طوالي كده يهو زي ما بيحصل انه اللون طوالي بتغير لاحمر لبرتقالي لكده. لما تاني تجي تسحبي من الشعر لازم تعملي تيست عشان انت ما تكوني هلكتي شعرك كله. تقومي تشيلي من نص الشعر وتشوفي الحتة تحت، تشوفي اول شي يعني ما تقولي الليلة انا قررت اصبغ شعري تقومي طوالي تخطي الصبغة وخلاص. اهم شيء دي اهم خطوة انا بشوفها، انه الوحدة لما تجي تصبغ شعرها تجرب، بالذات لو الالوان الفاتحة. اما الالوان الغامقة دي برضو ما مشكلة، يعني ما زي الالوان الفاتحة. ثانيا عايزة اتكلم برضو عن سحب اللون. سحب اللون ده في طبعا الناس يعني بيتغروا اشكال وصور وكده، بيحبوا يغيروا وبيكونوا دايرين يغيروا طوالي. فالقرار ده بيكون يعني قرار كبير شديد بالنسبة لشعرك يعني. فانتي مضطرة انك لازم ترك يعني تذاكري عن الحاجة اللي انت حتعملها والقرار اللي انت حتسويه لشعرك ده. اللون الاحمر واللون الاسود قريبين من بعض. ليه ده؟ يعني انت لما تكوني قررت تصبغ شعرك لون احمر برضو زي الاسود واحد، ما بيفتح لون خالص على اشقر على بلوند على اشي كده، بيفتح طوالي على برتقالي برضو او اصفر. فالالوان دي مزعجة، هي يعني ممكن بعد ما تستشوريها وتكويها بيكون شكلها حلو وناعم ومرتب. مجرد ما انت تغسلي شعرك طوالي انه اللون يعني بالذات لو شعرك مجعد وكده حتكوني حاسه بيه مزعج شديد.
يعني لازم انت تقومي تشوفي يعني اي صبغه عايزه تسويها لازم تشوفي عنها كويس، يعني تشوفي عن الموضوع، لازم تقري عنه اكتر قبال ما تتهوري. يعني هو انا بعتبر انه الصبغه ده تهور يعني، لكن يعني الزوج بحب التجميل دائما وبحب غيره، انا ذاتي بحب اغير شعري كل فتره، يعني ما ثابته ذاتي على لون معين، لكن بعد ذاك بهتم به شديد، يعني بالذات لو انا عامله سحب لون انا بكون برط في شعري كتير شديد. يلا نجي نتكلم عن البروتين. البروتين والكريمات الفرد عموما يعني هي بتبقي الشعر شكلها حلو أملس وناعم وأي حاجة، لكن ده زي أقول لك شنو، يعني دي حاجة أنت لازم تستمر على، يعني أي واحدة بتاعت بروتين أو كيراتين بتقول لك لازم تعمل الريتاتش. الريتاتش ده هو عبارة عن يعني يلحقوا السبيبة اللي هي قامت من شعر، يعني مثلا لما السبيبة تصل لحد هنا ده الشعر الأصلي، يلا السبيبتين ما بيقدروا يستحملوا يقعدوا مع بعض، فالريتاتش ده بنعم دي عشان يكونوا مستحملين يكونوا قاعدين مع بعض. او لو خلاص ما قادرة تعمل الريتاتش تقومي تكوني في حالة بتاع ترطيب وتغذية، ولازم شعرك يكون مرطب دايما اقلها. لو ما قادرة تعمل اي حاجة بس ممكن تعمل سبراي وترشيه فيه قبل ما تمشي تعمل الريتاتش، او لو خلاص انت بجد زهقتي من التمليس والفريد وكده ممكن تتنازلي عنها، لكن طبعا برضو ده قرار كبير شديد لانه طبعا السبيبتين ما حيكونوا قادرين يستحملوا يقعدوا مع بعض، فالنعمة دي حتقع، حتلقي شعر كتير من شعرك واقع يعني، لكن عشان هو بس اتكسر. انت لو رطبتي وما ما بيحصل له حاجة، انا ما بقول البروتين كعب هو كويس، وفي ناس كتار طول لهم شعرهم لانهم هم ملتزمين بالحاجات بالضبط اللي قالت عليهم الخبيرة بتاعت الشعر، يعني في حاجات معينة مفروض يستخدموها، في شامبوهات معينة، في ماسكات معينة، في ماسكات معينة ما تعمليها، يعني انت ما ممكن تكوني عاملة كريم فريد او بروتين او الحاجات، في حاجات جديدة كتير طلعت، يعني هسه كمان في حاجة اسمها كهرمان، في حاجة اسمها كافيار، في حاجات كتيرة طلعت، لكن هم كلهم نفس الفهم، يعني انت غيرتي شعرك من طبيعة شعره فانت لازم تخليه نفس الحاجة، يعني دي حاجة منطقية شديد انه انت لازم ترطبيها، لو ما قدرتي تعمليها يا هو بس تكوني في حالة الترطيب. تاني مثلا في زيوت معينة ممكن انت لو خطيتيها في شعرك وهو معمول له معالجة ممكن تحرق لك شعرك، يعني ممكن تتسبب في يعني ما حريقة يعني، لكن تتسبب في انه مثلا لو غسلتيه انت ما بتحسي بالفرق طوالة، انت تحسي بالفرق لما ينشف، لانه لما ينشف ده خلاص اي شيء بيظهر. ثانيا معلش ثاني حاجة ارجع عليكم اتكلم عن الصبغة، في الوان يعني crazy colors ديل مثلا زي الاخضر زي البنفسجي زي الازرق، الالوان دي طبعا احنا بنشوفها في السوشيال ميديا الوان حلوه شديد، لكن الالوان دي ما بتقعد ليه، لو انت زوله بتحبي تعملي كيرل كتير انت حتضطري تخطي كريم كتير في شعرك وتخطي جل وتخطي مثبتات عشان يهود تثبت الكيرل ده، وانس انتم ما تغسليها في الدوش وكده طوالي هتتغسل مع دي مع الكريم اللي انت خطيتيه، عشان كريزي كولرز ما بتقعد مع الزول اللي بيعمل كيرل، ما بتقعد مع الزول اللي بيعمل كيرلي ابدا، يعني ممكن تقعد معاه ماكسيمم كان بالغ يعني شهر كده. اما الالوان الثانيه زي البني وزي الاشقر وزي كده ممكن عادي تكوني انت بتعملي كيرل، لكن ممكن تبهت شويه ما تبقى رويانه، لكن عادي برضو ترجعي بحركه كده، في حركه ظريفه اسمها ريسناج، الحركه دي انت بتشيلي حبه من البلسم
وتشيلي حبة من الأكسجين وتشيلي حبة من الصبغة. مثلا انت عاملة لون أصفر عاملة أو عاملة لون رمادي، بتقوم تشيل حبة من اللون الأزرق. ليه؟ احنا عندنا في الصبغة في الدائرة بتاعت الألوان كل لون عكسيه اللون الثاني، يعني مثلا الأحمر والأصفر والبرتقالي ديل عكسيهم في الدائرة بتاعت الألوان دي، يعني بيكون في أزرق وبنفسجي وبدرجات البنفسجي فايوليت مثلا بلو فايوليت كده. فانت بتشيلي مثلا من اللون ده العكسيه وتعملي ريسناج اللي هي ترجع اللون لطبيعته شوية. يعني انت مثلا بتكوني عملتي لون رمادي فجأة بتقولي شعري والله كان لونه رمادي بقى لونه أصفر. ليه؟ لأنه انت ما يعني بتغسليه، هي أصلا الحركة دي معمولة كده. أو مثلا لو انت بتصبغي لون رمادي كتير أو كده، انت دايما يكون عندك البيربول شامبو والكونديشنر، البيربول كونديشنر اللي هو بيكون لونه بنفسجي. ليه خدتي لك لون بنفسجي؟ عشان انت لون اللي هو بيعمل شنو، انتي يلوش مضاد للصفار، بيقوم بيعمل بيلغي الصفار نهائيا وبيبقي لك شعرك باهت على الرمادي. ده للناس اللي بتصبغ على آشي رمادي، بتصبغ دايما على الوان ما باهته، ما الوان فاقعه. مثلا زي الاحمر، انت عايزه تكسري اللون الاحمر ده خلاص كرهتيه وما دايره كله، بتقومي تعملي شنو، بتصبغي لونك شعرك اخضر. بعد ما تصبغي شعرك اخضر انت بتكوني كتلتي اللون الاحمر، كتلتيه يعني كتلتيه عديل. حتى لما تمسكي شعرك مثلا كان لونه احمر بقى لونه، هيكون لون ما مفهوم كده، لكن انت مضطره تعملي الخطوه دي عشان انت تقدري تاني تتحكمي في درجات الالوان اللي انت عايزه تعمليها. انا طبعا يا جماعه تخصصي صبغه، عشان كده حابه اتكلم عن الصبغه اكتر شيء. فتاني عندك الالوان اللي على احمر، انت لما تعملي الوان حمراء برضو ما ممكن انت مثلا تعملي كريمات الكيرلي والحاجات دي، من الطبيعي انها هي تفتح على اللون البرتقالي. ليه؟ انت بتكوني بتعمل الكريم، بعد ما تعمل الكريم وتجي تغسليه، حتى لما تعيني في البانيو هتلقي اللون كله نزل مع المويه، لانه الكريمات والماسكات والحاجات دي بتبهت الالوان الزي دي. فاذا انت مقرره تهتمي بشعرك ما ممكن تجي تعملي لو كريزي كلرز ولا الوان ممكن تبهت مع المويه. الالوان البنيه ما بتبهت خالص، والالوان الشقراء ممكن تبهت، لكن ممكن تصلحها بالحركه اللي قلت عليكم دي اسمها ريسناج. شكرا لكم مشاهدينا، ان شاء الله نتلاقي في الفقره الجايه، هنتكلم برضو عن تغذيه الشعر وكيف تهتمي بشعرك في روتين يومي.